سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أريد بس عندي موضوع. تفضلي اطرحي سؤالك أختي أم كفاح. سيد أنا أخويا حكى عليك يعني بدون فهم هيك بجهل يعني ما قاصد بس حكى أريدك تبري ذمة وتندعي له. توفى؟ أنا رجعت ويا السيد رشيد الحسني. توفى؟ السيد يسألك يقول توفى؟ توفى أخوك؟ أخوي لا بس مريم. مريم إن شاء الله الله يعافي إن شاء الله الله يعافي. سيدنا الله يعافي. بس قبل السد الخاط العباس عليك هسه تبري ذمة وتندعي له. ما بري الذمة إن شاء الله. هاي خلص. خلصت. وريدك تندعي له رحم الله والديه. الله يطيل عافية ويحسن عاقبته. رحم الله والديه. شكرا جزيلا أم كفاح. تحياتنا لحضرتك أختي الكريمة. الله يجيرنا يعني أنه إحنا نتكلم على آخرين أو نختابهم أو نسقط بهم وبعدين نتندم. إخواني العاقل والمؤمن كما ورد في الرواية المؤمن لا يسيء فيعتذر، لا يسيء ليعتذر، أما المنافق فيسيء ويعتذر. أنا ما إذا أقول الأخ استغفر الله كذا، ولكن أقول المؤمن لابد أن ليس وشيء اللي بعدين يضطر للاعتذار. اتأنوا بالحكم على آخرين، اتأنوا بالتعليق على كلام الآخرين. شوفوا الآن أنا أمس تكلمت في قضية قانون الأحوال الشخصية، واحد حسب تعبيركم واحد من دول اللا متدينين وسمان الربط بالدين، قال لي هذا السيد يريد يأخذ البنات الزغار ودول الأمامنا يردون ينتهكون أعراضنا. تعال شوف التعليقات. إيه والله المعممين، إيه والله المعممين. هذا يوم القيامة أنت مسؤول عن كل تعليقة، عن كل تأييد، على كل إشارة فيما يرتبط بالإساءة إلى الآخرين. نعم. اتقوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب عتيد. فدير بالكم شباب، هذا الأخ مبري الذمة إن شاء الله تعالى الله يحسن عاقبته ويعافيه.